لاستقبالها اولا واخيرا عن ثغره في شباك اسبانيول. جت الثغره جت الثغره جت الثغره هي 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 فنان اضاع الاولى اتي بالتاويب يضع الكره في المرمى باولو بيز. 4-3 5-4 محاوله لمصلحه الريال وصلت الى اسكو ثنائيه عن طريق اسكو. المباراه الماضيه سيبايوس بثنائيه ليعلن اسكو الان عن نفسه هداف لريال مدريد في منافسات